بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سورة آل عمران وسورة دي صدحات وترتيب القرآن الكريم باعتبار الفاتحة حق النزول كماها آيات هذونا والله ببقل وسورة الصدحات وسورة أفراد وقو آيات بدن وي آل عمران مقع سألو بحي قصة عجيب كألوه مقع بحي سورة آل عمران ومدنية وسورة لها مدينة كسو الدقي نبي قمر كو هجرة مدينة تقي سورة لها سو الدقي وي مركب سورة فضل قادة والله ودعوكي هاي نبي الله محمد كلي هاي مالك قيامها أن يراد حكم جعاب النبي لبذا افتيم عيسى سورة البقرة يا سورة آل عمران القرآن كه جامنية يا صاحب قاد أشفع عقاد قف كقرنق ماء أقريا فيشفع عقاديا وحديث صحيح هوي يو الضرورة عبود أو افتين له دنا قروح وحيك قبان وين مدويهم وقروح ضار لكن افتيم بيليهم بك صاحب قاد أشفع عقاديا واه له بوين وقفك أغرياء يكو عمل فلوي بتدبر أغرياوي بك سورة علم حوق له وحاو حالبوت الماما طيبة بالليلة وبير بير لدائق وكلوي علم جاي سورة حمبارسان تهي وحاو مفرق الدريق نوي تهي حقي بادلك ياكو كالبحية سيفي عمي سورة وكال سارسة حقي بادلك غزوة أحد نوالغوص هذا القادي دونا إشارة يرو غزوة بدرنا والقبحين دونا marka suuradda waxa ino soo bandhigto waan arki doona waa inaan ka faa'iideysano way Allahu xuleeyaa subhanahu wa ta'ala alif lam mim sidaan awl badhihi jiray Allah ba xuruufta wuxuu ula jeeda og macnaheeda lama yaqaan tafsiir nabi ilaah muhammad lagama hayo laakiin waxaynu ognahay xuruuftan arabba waxa la yiri arabti quraanka diidanay القرآن كان وحو كدي سيهاي حروفتا أتقانان ألف يلام يميم يرأيو كدي سيهاي ووحد لبضان ماهي بلساقو كلالك هالايا دينا عا معجز بكيهاي دينا عا كلانا ألف لاميم حقا قراءة أجري بألغيري سيدا قرآن ككلا ولفظ قرآن هو أجري لغيري ليوهي الله لا إله إلا هو الله ألي لا إله إلا حق عبدا مجرو إلا هو إساق موياني الحي كنولوي بمعنى لا يموت القيوم كأتاقوي بتدبير الخلائق قيوم كاسم معنى بلن بوحن بارسن يهي اسكبوا أقمي يعني إسقى الله سبحانه وتعالى اسكبوا أقمي بغتوا صوب بالله ذي ما شفته هذا قيوم بتدبير الخلائق وين تصرف كمالك تدبير تاسابة يا بوح عجيبة وح الله وح النقنقاط يا سكنات حوياني وحل بلي الله بكلم من سبحانه وتعالى في زقوقات أقرأ وقيوم توكتأوي الله سبحانه وتعالى آياتنا هي آيات الكرسي هي سورة الظهر صدح لها اسم العظم كوكتير أبو دي النبي هدي الله القبري والله أقبله هبدي بدعه أقبلك هبدي بدعه وعنت الوجوه للحي القيوم الله قال له لا إله إلا خلق لقوق عبدا مجر إلا هو إساق مويان والنفي إثبات إلا حق لقوق عبدا مجر مالك إله هو النكير نكير في سياق النفي وعام أصل بوح إله ليلا مجره أن الله أهي وهي معنه مكا وحوي نكير مالك سيدا له أنفيه وعام وهي لا إله إلا هو وعجيب مثل هذا ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وأنت تفسير كذوين الله الحي كنول ويه القيوم كأتاقا ويه كأقمي ويه بتدبير الخلائق وتصرفهم أتقمي ويه نزل وسودجي ألا عليك دوش هذا الكتاب بسودجي بالحق حاله وكتابك كل هاي يرون يهي مصدقا حاله ورمين ايه لما بين يديه كتبتي كهري سوحي كهري وأنزل التوراة توراتنا وسودك يا الله سبحانه وتعالى والإنجيل آيدا وحال يلي وافتقي فين نجران بأي من نبي عليه الصلاة والسلام فين نجران ونجران برقا يمبا إهداد بحريني ميلها إني تهالك إيابا والنصارى العرب أما العرب النصارى
وعربتي غيرهم حكومة ترين الدين تنصارى قادتي لحدا نبى أهايين وحاف أفر يتبني بارجع سراء هاي صدح نبى فيه قامين يسون نكلا يراهدو عاقب عبد المسيح هو قاميه أها ونك قدوميها أها نكلا يراهد السيد الأيهم نك عالم كأبوها علم كلا ويديه أبو حارثة بن علقمنة نك إشارة يدين عاص يحق الروح يدين على قدم بيوها نبي الله محمد بيؤي مادين مركا نبيك ويلا الدودين ويلا هالين لمن اسكد بعسنا ويا هاي مركا إلى آية السدح يسدي تناد هل كاسي كسو الدكتبا لين دود دودي باسد دبني يتتسو سلور الدينية وحن نبيك كويد عليه الصلاة والسلام مركا الليدهين وعيسى وإله الليدهين قاركود وحيد عيسى وإله لفتيسو قارنا وحيد هو إن إله قارنا وحي لهذين وصدح بإله ككومن يثاليث ثلاثة وين وكاسو نبي وحليه عيسى هرت سو قبادي مردالين ورحمك مفريسانين ها عيسى سو بري ونشرين مجرين ها عيسى سو لمن دوني مهيو سو مردمانين ها وهو البهابي لهن أدام حالين أدوكو قدام بنتي جحود بيكوات كيستين إلا نبي قول لمو بالهو دو وربالكالا إنو هبارتانو بيانا لها إن إلهي إنكار كرهي إنو هبارتانو وكي لهنين نكا إشارة أها وصاحب إشارة أها أبو حارثة بن علقم بولالك كجري نكا ونبي للشيغي محال الراع إلى أده يبو يريو وحول فيرهم بقرر فيرهم بوحنا إسييني هنتدا يا إيقا قادنا يبو أدو جحود كوري بكوات كيستين مركا سيدي بك نبيك كغتاكين آياد مركا آياده إلى سدح إستيتا آياده سداسي آهي مركا الله حليه النجدلا مركا ميشان توريدي إنجيل لبدا كتاب الله يقانه سيدو لبدا ألا أسود دجي يؤدقنا كتابك أسود دجي نزل وود دجي عليك دشاد الكتاب وكتاب القرآن الكريم وطلبسا بالحق فن استقوى كلهان أو نبأ مصدقا رمينا لما بين يديه وحكوه الرئي وحكوه الرئي سيدو الرمين توحيد كي يشرعي أي شيء تيرين بشيغي صفاتي النبي الله محمد كتب تاسي قرين بو يا نبي بشيغي وحاوي الدين واسكم الدين ورداني حاجة توحيدك وحيابها أحكامته أمورها بالشدة كوكا لدوينهن ظروف توقت قاكرتا أما الضدك مركز لله اللي يكوكا لدوينهن حدا توحيد كواي ساقامل لنا عاو كرمي وكوب باقيا كواسب وكوب باقيا لنا عكلنا السفاد النبي الله محمد توريري إنجيل وشاقي بو كتاب كان نسيدي بو النبي الله محمد كوي من سفاد إيسا وأنزل ألا ودجي التوراة توراة نوسو دجي والإنجيل توراة دي إنجيل وألا بالله فدعو عجمية أما عبرية علماء قاد با أفراديي إني عربي كدقان التوراة توريه يوحساسة توريه دو هذا اليردد منه لسكولة هذنو إنجيل نوا وحو ناكسن سيدي من النجل بكاهد وحو ناكسن أما وإلمه الله دلو وحي أدو دهي إني لبه لفدع عجمي أيهين من قبل هرب أسودجي توريه دي إنجيل هر من قبل هذا الكتاب هدى حاله وكتاب كي يهيهانون للناس الددخة وأنزل الفرقان حقيا بعد الكلاسوعنا الله أسودجي سبحانه وتعالى marka hudan taasi kitabka quraanka nabi ilaah muhammad ugu soo dejiyay hadii xaalad looga dhigo waa master laakin xaalu noqonayo kitabkaasi qoydan tahay ama kutubto dhan baa hudan linnaasi ah tawreed iyo injiil iyo kitabka nabi ilaah muhammad ugu dejiyay kullu waa hudan linnaas marka xaaladu waa master oo masterku tasniye iyo jamac ba wakiil buu ka noqdaa hudan xaala yihiin kutubtaasi weyn hanuun linnaasi dadka u yihiin wa zalal furqana haqiya badilna حقيقة بعد الكلاس هو عنا وسود جي الله فرقان تاسوا كتب تورنب عليه كل كتاب ولا هو حقيقة بعد الكلاس هو حقيقة بعد الكلاس هو أرنت يبان الكلاس هو أو شرك جي إيمان الكلاس هو أو مدول بوددي سوء عديني علماء قارب الفرقان هذا كو خاص يالي كتاب القرآن الكريم كا قارنا وحيدين الفرقان داس وبالزبور بيرهدينه أفرتي كتابه وين تسمعش الله جوا ده شيء هو والزبور بيره مركز زبوري وعد بي أبطني سدادة بوعد بي أهل زبوري يوه شاك مركا وحين الدين إنه أنزل الفرقان حقية بعد الكلاسوع بأل سودجي أو كتب طولنا إن الذين مركا كوا كفروا قالوا بي بآيات الله ألا آياته سكا قالوا بي لهم وحاوصنا لعذاب العذاب شديد وآذك وينوات كي سنكرين والله ألنا سبحانه وتعالى عزيز غالبا وي عيدو كمهر من كرتو ذو انتقام أرقد صاحبه awliyadii suu argudaya gaaladu ka argudanaya way dadka xaq diidayaasho allah ka argudaya intiqaam intiqaam ka alle u leeyahay intiqaam ciil qab ama aha waa mustaxiil taasi
وانتقام ألا أجيها عقابة يا وي قال هذا قال هذا عقاب قال لماذا يبقى الله عقابي إن الذين كوا كفروا قالوا بي بآيات الله أليس كقالوا بي لهم وحاوسون علي عذاب عذاب شديد وعذاب الله أتكي سنكرين لكن دم باكو قبا نيسا ميل كلا يتقال لا ملجاء ميل يقل إحضان ملي والله ألا عزيز غالب ويجنتقام من أرقود الصاحبة وضدك قال هذا آيادها ألا كقالوا بي وحوي الله عقابا يا وي سبحانه وتعالى آيادها ألا نوحوي القرآن هو آياته وحوي الآيات المقروءة وآياتها الأقرية أدونك يكون كان جوجنا الآيات المنظورة بالي والله آياته آياتها إيش اللغة هاي تصرف كي الله بعد أركيسا صمدي أرضها إن بدن بقرآن كوكبر عرشيا آياتها إيش اللغة أركو القرآن كإن بدن لي نكبر عرشيني صمدي أرضها وواد ركايو معجزات ما كوض مقنع كل إن الله الله سبحانه وتعالى لا يخفى كما قرصون عليه دسيس شيء شيء في الأرض أرضها ولا في السماء سمده شيء هنا كما قرصون قل دي نبي الله عيسى با إله لا هيد بالله لها لنيا نبي الله عيسى مجوح عقي هاي سوح دي الله وحبا كما قرصون مرك عدوح كقرصون يهين إله نمو معنا انتوي عدوح كقرصون يهين إله نمو معنا انتوي قل دنا لقوقا عيني هذا يقول حقي سفي عن الله شيء ويديدين وإلام لم يبال هذي والنبي يقول إنه هبارتنا هبارتنا ويديدين إن الله سبحانه وتعالى لا يخفى كما قرصونا عليه دسي ششان شينا كما قرصونا شيء قاسوا في الأرض أرض ذا دحذاء ولا في السماء سمد شيء كجيرانا كما قرصونا وين سمد يا أرض ذي وح كجيرها تخلقه وأنت سماه هو الله الذي الله ويصوركم إن كسوريي في الأرحام مكان كهويو كيف يشاء الله سيدو الدونه لا إله إلا حق لك عبدان مجرى سيدي سبا إلا هو يساقم وياني العزيز غالب وي الحكيم مامل وناك سنوي أما وفلصن يهي سي ولا بسيدو كوهبسن يهو أمام الله سبحانه وتعالى مالك ما يشاو حي دور حلو تاي نبي الله عيسى سو على لكم السورين انها تحبو إله كان نقول مالك واب الله دلائي على الباب سيددتك اللوغ السوريين كيف يشاء كوحن كحسن يا قبيح كدار يا كقامل كوحا ويا مدو يا كعدي يا كو سيدو دونو الله كدربا دمانيا يا كو نولانا يا انبدا نولانا يا كو بلايا هايساتي يا كو نبت قليو عاصمات صبا سيدو دونو يدو كسوريني الله سبحانه وتعالى نبي الله عيسى مركا إله ما أهوي كبار بعد بشي والي سلو أقول يها إن كبار بشي وكي النبي قليهين عليه الصلاة والسلام مركو سوال بأقن عيي سوادوك اللفتاد متي كلمة هو روح منه سوادوك يري ما أهوي نبي عيسى والروح الله حق عيسى كتمت يوا كلمه هابو رسدا صالح مركاسا وحي الهدين يروح لا الهي ويروح لالهي وي وان اله بي الهدين ويقنع وايه مركا وحا ويه وا كسول بلوله هدلي حقي بي دين الله سبحانه وتعالى وليه هو الله الذي الله ويصوركم اذا كسوريه في الارحام في حم كدخليس اوركا هويه ومكانك كيف يشاء سدو دونه الحسن والقبح الطول والقصه الأسود والبياض وفي كل شيء سيدو دون يدين سورينا عندنا كلاتة شنماي مركا إذن أود ملها قفر حمه يلقو السوريي أود ملها وحبا ما تريك روي نبي الله عيسى وحي الله أدري قبطي لكن وحكا لما تريك رو لا إله إلا حق لك عابد أمتر إلا هو إستقم وياني العزيز كغالب ويا الله الحكيم أفلسن ومامل وناكسن هو الله الذي الله ويا أنزل الدجي عليك دشادة الكتاب كتابك القرآن الكريم كعظيم كأدجي منه كتابك وحكمدا آيات آيات محكمات أو سجن وعد معناه هذا واضح هي هن آياتها سي أم الكتاب كتابك أسهل كي سوي ومعنى كستو قرآن كوكسو أروره آياتها معناه هذا واضح هي بالله لنقل آيات ذات المفسرية وأخرك وكلا كمدا متشابهات قرصون أنظرك وذا قرن كرين متشابهات الله ما وذكر أن كروي. فما الذين كوا في قلوبهم قلب جود الزيق لا حش كتير تؤن حق راعيالهين. فيتبعون وحيث راعيان وتأويلين ما تشابه وحي الله قشن ومن القرآن كمذا. وجددوا دون ابتغاء الفتنة توي وفتنة طلب. إن يدتك حق كل حيان يدتك شك جليان بينهما. يو ابتغاء تأويله قرآن كإني اللي حيان. الله سبحانه وتعالى وكتابك محكم متشابه محكم وحلوية قانا. هو معناه واضح يعني وأم الكتاب مرك تفسير كست يقال جزء علني متشابهنا وواحد علم قادة متشابه علم ذو إسكت دينه قل يوم حيدهن
ووح علم قارو الله لجاريه سبحانه وتعالى سيدا حروف تمقطعة سيدا روح قارتو لمن أيه هذه الله شيخه سيدا آخر يوم مركل لجشيتين أيه الله بالجار علم دقات نوع حيدا بتشابهاتكم وواحد لور تأويل لور معنى يو صورة جلا لور معنى يو صورة جلا ومركل إن دليل الله لم يجاني معنى يوجي منا للرجح ما يسير سالق قادا الله رحمه إنه حق يبقى لعجاني هو الله الذي الله هو أنزل الدجيه عليك دش هذا الكتاب كتابك الدجيه قرانك كريمك منه كتابك وحاكم ذا آيات آيات محكمات الله الصغير لعدي الله شرحي كتاب فصلت آياته ثم حكمت كتاب حكمت آياته ثم فصلت آيات تاسوا إحكام كاسو وحق اللفظ يكدي سيهين سورة دا إحكام كاسو حق اللفظ يكدي سيهين ثم فصلت والله شرحي تشابه لما يلك لقرانك ويسوئك إيجيها يبال إليها متشابها تقشعر منه دلد الذين بركان بيشك المتشابها علمه دو حي السقوق جيين ووحا علم قوضة الله لقاليها يددك قيب الله فرين ويشري كرتا هن وكواس محكماتك أم الكتاب كتابك أصل في سيوي وشرعك أن لنعنى اللول لحنكرين لنقل اللول عنكرين إن لقود أقمم ويان وأخرك وكلاكم إذا متشابهات وليه قشان معنى هذا واضح هين وعدي الله أفرم ويان عدنا قرنين مركب فأما الذين كوا في قلوبهم قلب قوضة زيق لا حش كتر قلب قوضة لا حش وشك با كتر وفدنا وليان فيتبعون وحي راعيان ما تشابه وحي ليه قشان منه كتاب كمذا ابتغاء الفتنة فدنا طلب كان ذاتك يدون يعني نشك قليان الجين تكلحيان يو ابتغاء تأويله ليحن كيسا طلب كان تأويلك أصلهان وحاول يبرج السلف الصالح يا صحابة وقت قاد التأويل في تفسيرك اسمه مذبع آية وتوضيح المعنوي معناه الله عدى يوم هذا التأويل كان يدل البيان معني يسيب كل حين ملك لا يقول حين وحاول متشابهة لأن كان محكم معني سواضح فيها عندك ما خلد كران كان متشابهة يسي يجو أي وطام بيكون فسيرة يعني ضدك أن واحد هذا جرنين سدا سيكون راعي وسدا معتزلة دي الزنادقة دي وحيابها استعمالا وهي حرورية ذا نمنك اللي إلى هذا وقال دي خوارج تأهد وحيابها استعمالا آيات بيسود دليشانيا معنى هذه معنى آنهاين بيكينيا حتى تفسير وحاجر تفسير الإشارة اللي إلى هذا قل ياها قاركوت سيدة إيقو مركا أي دونا أي قفصران بالمثل وحاوي محيدين من العربية الحاتم وقفصر إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرت وأنت تذر من أي منون إن الذين كفروا بي ستروا محبتهم لله بون سواء عليهم أنذرتهم أو أنتذرهم هدادوا دكتادان وإسلام الحي المغروقون بمحبة الله بكشق لهم بون ولهم عذاب عظيم وقيامها الله وحي رسكي الحجاب بون عذاب كنوا أنت المثل سلاسو كالكتاب لنا وحا قراتل مركب ما يلاها الددك أين قرن كرين بي سيدة يقف ربان وتفسير الإشارات وخط الوين سيدة إساق أي لتهي ومعني إساق إسكتو توسين كرو سلاسو كالي سيدة كي كفسيريو كالي آيات سورة شورى أهيد إلهي وحو سيا نكو دونو قبلو سيا شريع سيا بو يكتل ماما كو دونو نرقبو سيا حقيقو سيا سيدا سو كلم إدبا كفا سيري وحا سو كلم مركا قفكا حق ديديه إيه قرآن كو حكرها هذه في أددك أغو خلده أشك قليه وما يعلم مؤغا تفسيره متشابه فسر كيس إلا الله ألم يعيد كلام مؤغا وما يعلم مؤغا تفسيره تأويله متشابه تفسير كيسا إلا الله ألم يعد كلمه متشابه مركا ديدت فربضانو الله أفري مركا استعماله مركا تشابه فائدة سوحاويه إن دادكو فكرة قدودة يعقل قدودة استعمالا أو إنتي أدلية إسلاثة هاديان لقادة أدلية إسلاثة هاديان مركا ويسهمي كران مركا دموي وواوحي دور تأويل بوليه مركا وحا واشق قلنوي قفك الددال بولا إيمانيه هذه وحوة اللي بواضح إسكيها عدوة اللي بماشو دانو ولك عكرة مركا قارك المتشابهة وشق قليموي ولكو شق قليني فكرة داري عقل قادي استعمال سيدا حقا مركا دبوة صاريوي والراسخون كوا كسقمي في العلم علمك كسقمي يقولون وحيدها يان آمنا وارثمين به بالمتشابه أما به بالقرآن بارثمين بالكتاب كل ضمان متشابه يا محكم با من عند ربنا رب جاي حديث كهذا مركا قول الله راسخون في العلم موقف كود وحوي كي معنيه سجرتان ويجرت ويكون استعمالي كي جروا يعني إنه حقي هاي بأره ما ينجا معنيه إنه يجي كم قيان لكن قف كزيغة أو الضلال ككجراي
كان تشاهد وضدك وده فهمين يسوق سيجار وفصلانية ويرك يسيسه مركات ضد بدن بسلاك وضد سنة يوم وما يعلم تأويله إلا الله علماء غاربة وحي إعرابين إنه إلا الله دام كجيو جني والراسقون مبتدى أن كان لقنا علماء غاربة وحي يلاهدين إلا الله والراسقون ويسكو عطفي ومركا الراسقون تو مصيدة الله يوحوه وي معنيه إلا ألا كل وده أجي هاي راسقون تو مصيدة الله يي كل وده أجيه مركا عدف كنا والتشريق قروا وهو عدف كنا للتشريق مركا تزاس معناها ولا قفي عن يهي إلا يسكو عطفه وما يعلم موقع تأويله قرآن كف متشريق إلا الله اللهم ويان عدو بالمجر والراسخون كوا كسهم في العلم أو علم قلب قوض أصل دكتي يقولون وحده أمنا وانهم إن به بالقرآن وانهم إني كل لما متشابه محكم من عند ربنا ربك يحدث كأهل مرك موقف كاسا لدونا يوحك استود معنيه سجنوا إذا قرآن ككريم كأه إنا تفهم يسئنوا حقي هاي بالهرد أدقوا بمعنيه كاما غنيه وما يذكروا موان تومه إلا أولو الباب عقلك كو صاحب كأمويان تدك الدقوميه موان توم هايان وحي معنيه سجرتان كو عمل فالي ما يان وحي قنوا هايان فمين ما يان ميلك لي أولا الله لحان تدك عقلك لي وادتك وح فهميوي عقلك وحاجر الدد أدمية سفي عن وشقين كار الدد كاسو وإلهام ألك وإلهامية عقلك ودو قامنه عقل وحالينا هبل لقي غنى أدمية دقن كيدا هبل لقي غنى قفك الدين في إسلام كفهمه عقلك وكار وما يذكر موان تومو أو علمك مقاتو إلا أولو الألباب عقلك هو صاحب كأمويان مركا قول هذا النبي قال لك لدو ديسا أولو الألباب ما هين وحايا هاين داد آد أشرح عميهان واوي الله يابين مركي هوري صحابة أتمدو وحايا لهنا ولي قال نوفت السيدنا ما بقى أنه أرق بي لهنا ربنا لا تزي قلوبنا مركا دعاني وحايا كاردي قال تهي قولوا لها سيدان الله حانين أما يقولون وحايا أرانيا المؤمنين ربنا ربك يلا تزقها الليحين قلوبنا قلبيالك يجها الليحين بعد إذا هديتنا انت أنها نصيك كده وهب لنا النصيب من لدنك حقا نقسي رحمة الرحمة نقسي إنك أدق أنت الوهاب كبحياتها وحول بصياتها معنى إله وحبنه هو يميسي قلبك يجها الليحين ومد أقومهم سن الرحمة دكالة مركي قلبك أون الليحين الرحمة وهب إسكاء منبا إله قلبك يجها الليحين ومتشابهة يا نان ضلب واللي حلين وضد كفتنين يقولون مرك وحيرنا يا المؤمنين تو يجو حظي كتاجن بهدنا كيا بينهن إن قلب قالوا دحيك يا بينهن عمرنا بيسكم كلسون وينو هذه يشرقفك وكبق على النفاق صحابة النفاق بيكبق كثيرين بالي وحوي حالة ده مرك يدب الدرسان ورد ميدان قمناي مركاسي يدب يسوسه وقرآن كي يدب يقول نغنيه يقولون المؤمنين تو حيليهن ربنا رب قول لا تزقها اللي حنن قلوبنا قلبيالك عن الحق هكذا حين بعد إذا هديتنا انت عدناها نونسا كدب وهب لنا نصيب من لدنك جهاد هذا رحمة رحمة نقسي رحمة مركة وحوية وحو ألا إسكاليها إله الرحمة هذا نوغو قرقارو نون نعمة بكردقان تاي إنك آدقو أنت آدقو الوهاب بحن بدنا تاي من لدنك ذا قول يا وحي لهذين الزنادقة الباطنية اللي له هو كفر على ذا القبو علم بعضن ككسو عدا وحي لهذين علم للدنيا أشريه ذهن علم للدنيا اللي يراه ذه هو حوي علم قادر الله لقوسين بيده هذا والقوس ببيده العلم جاس مركات هير قاعد ود وحياب السماء يسوع مركات ذاتك كتبت يوراقها وحكا أغريه ويتح جامنهم بيده علم قال للدنيا العالم محجوب بيده عالم كل علم قال للدنيا هو علم بعدك وتح جامنه بيده قفكو هير كان مركو قادنا يجيب صور نقض الله جميعا إنك أنت الوهاب ربنا بيده هذا رب يوم إنك أدق جامع الناس ذاتك كسوء أرور باتها ليوم في يوم مال دحذر لا ريب شكي ونكدني فيه في وقوعه إن إذا عيسو أن شكي كجني ذات بين على ياله كشكي سنباتره أي حقيقة وحل كشكي ما ذاتك وحقرنا يا كما شكيان مركا هو قيمة ماله شكي قوات قيمة ماله ومال إن إذا عيس الله به إلا هو أدق ذاتك إسو كين مال إنتا حقا نقص وقال رحمة دادان كاربنا ويا معنا ربنا ربك اليوم إنك أدق جامع الناس ذاتك كأرور باتها ليوم في يوم مال دحذر مال كاسو الله ريب الشكي ونكجن فيه في وقوعه دعيتان كيس شككم مجل يومك إن الله الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد بلنت مفر الله سبحانه وتعالى بلنت مفر بلنت كمبحر بركو حلاله قول ذا الله اللي النبي الله عيسى سو بني آدم ما هو بشر ما أهو بلنت ميود أوفين كرام مي هذا إله ما أهمركا
إن الله لا يخلف ميعاده، إن الله سبحانه وتعالى لا يخلف كما بحق مؤفين وايه الميعاد بل أنت مؤفين وايه. الله عليه سبحانه وتعالى إن الذين كوا كفروا قالوا بي لن تغني كما في الله أما كما أنفع يسمن عنهم حقونا أموالهم حولهم ولا أولادهم عرور طوضنا كما في الله من الله من عذاب الله إلهي عذاب تيسى الشيء عن شيء كما في الله وغبطها رياه وحبا كما أنفع إياه. وأولئك كوا النوع عاسهنا هم وقود النار نار تشدال كيدوي نار تواقريو أكالي المعنى وحاوي قلدني وفتقوه النبي الله محمد التمر لذا أدو اللي سنبع يهاينو حولب بدن يعرور بدن مركا وحي حق أدي ديني وحوها حوله أني سيدين يلينا إنما أنك غيرهم سو حوله يددك إنك قادا مهايا واركوا سوحي جنتاري مهايا بالي كوا النوع عاسينا ونار تشدال كيدا مركا قيمة الآنوي أدونك يعني حابد مية إن دبل قهرية ما يقيمتك لما يلا لا واسلا سوكال وآخرا النار توم بيدبو يهين أدونك نهلاك بعد ديار أول إن الذين كوا كفروا قالوا بالنوع الدوني بها هذان لن تغنيها كقمف الله أما كالدفاع ميس عنهم حق وضع أموالهم حولهم ولا أولادهم عرور طوضوا من الله ألا حديثة أما ألا عذاب فيس حديثة شيئا شيئا نبع وولايك كوا كنهم قدوا النار نار تشدال كذوي هدي وودا وقود ليلهدو وبمعنى فاع والشذال واسم وقود وقود هديلين ومسكي وقد وقودا كداب آل فرعون بعد دابهم كوا قال ذا حالضون أو كوا رين نجران أي كمديهين كداب آل فرعون فرعون عدد سيء كلوي يو الذين كوي من قبلهم فرعون كوه ريي ما هي عدد ذو هاي كذبوا بينين بآياتنا أيدها يدي بينين فأخذهم الله الله أقبتي بذنوبهم ذنبيالك وضع الله بأقبتي والله الله سبحانه وتعالى شديد العقاب عقاب تيسو كيدرانتان وحا فرعون ماشا الله سوى قاضي قول هذا يهودو نبقى اللاتشي وقته ونبقى اللاتشي وقته فرعون إيا حالده سبي كوارغبين واكي فرعون قميسين شري واكي فرعون إيو وشوغا لهلاقي أو فرعون هلاق سمي مركي دبنا عذاب بالله بالله قاضي عذاب بقليا أدونكو بكو قليا عذاب مركا قف كستاؤو قاله سيدي فرعون بو أدونكنا اللوغو عذابي أخرنا اللوغو عذابه قف كسته او قاله سيدي فرعون بعدون كنا على استئسال وعد برجوين يكون حكمينهم آخرنا خلاص وابكسي دارن تهيبا دابهم كوا قال هذا داب يقوله أما حال الضار أما دابهم عدد يدقن كودو كداب آل فرعون فرعون يدد كيسي دقن كودي يولد يكون من قبل مكوري أو فرعون يدقن كودو محوها إن قالوا بام بيعهاي الديدان دبدين لا دبر قوي آخرنا العقابه مركوا يسلم يدبل عليه وعمكم كل الدوانة كذبوا ويبيني وأداء بقفرعون محوها كذبوا وحي بين بآياتنا آياتها يدي بيني فأخذهم الله الله قبطي بذنوبهم وأدون كانوا دبر قوي آخرنا عقابتي ما أطال والله ألا نشديد العقاب عقابتي سوى الدرن تهايون فرعون وحي كل عواب اللوت شغيما دقيقة قدهود يا فرعون يحوق وكفاني تري يا أركان تيسي دقيقة قدهود بيكون بابين قم وح بني آدم هو كقيب قاتل باب بأوضاسنا ما تشيرون ما شاء الله قلنا بدقل يهي بنو إسرائيل بدي فرعون إياه لك يهي بنو إسرائيل نمت بيك قبحين الله وما ملك الأول قل وحاد كتر أبا الليد النبي قال للذين كوي كفروا قالوا بي ستغلبون والذين كأت كان دونا وتحشرون والذين شرين إلى جهنم جهنم الذين شرين وبيس وحاح المهات قبل باح المخصوص بالدم جهنمون أيضا وحيث المامة يسي وقعة البدر وصنت خير لبعض هجرة دعلي نبي الله محمد مركو كسو نغضي وقعة البدر لقصو نغضي يهود باو حكيري ايوادا ركتان وحا قريش كل عائل إسلاما سيادونا بدقشان يوحا سيدون كل عين وحيد أهدين هكو كتسو من بير أهدين أغمار دادان دقال كبو وحبكا أقوانينو خير بادية وقوم كاقية إناد هشي oo kaad ka tahay ku gadsoo min bayna walaa hadaan nala dagaasho inaan dad nahay baad ogaan lahayd bayna ayadana marka la dul dhigo walaa walidi kaad ka doona bal xebanu nadiri yaqaynu qahi wa tiish malin aad laga diray madina xebanu qureydan waa ma ku wax la dilay wax la qafashay laga dhigay sidaas ay ahay waxa kale la leeyahay waxa kale la leeyahay yahuuda ba markii waqacatu badr dhacday bayna hada war ninkaani waa sanabigii la sheegi jiray waka isagoo yar ka adkaaday aynu iska raacan markaas waxa hadana sheeydaankii ku yiri bal horta aynu muddo kale na sugin
وحد باب مركز دعدي مركز وحد دعدي يودي صعبة وخاضي لجل هاي مركزي هوشوا دي إسكسي وتين ولا لين سدى هرا مناسبة الله وحده يقول وحد كتير على الذين كفروا مركز للذين كفروا هذه سدى الله فسره كوا قالوا بين مركز يهود بين نقاية قالوا بين نقاية وابلغات كام بقالوا لهم كات كاري حوين بالله محمد مدير جده مركز مدينة اللي تجي جزيرة العرب والله قصاري شركي جي وحده والله سوق قالي مركزه شني لما تنسنا جده بعدون كورن السلام كلا جارسي عدد كورن كود أمر قاتي قلوا حد كتير على الذين كوي كفروا قالوا بي ستغلبون والدين كات كان وتحشرون والدين شيرين إلى جهنم والدين كشيرين وتجلي سوي وبيس وحاحن المهات جوجل باحن جوجل شاسي وحوي مخصوص بالذم جهنم وين قد كان حداد موديسان وحن انو بيه قد كان وحا حقيقه لكم ادينك ادين ايه المعجزات في فئتين في قصه فئتين لبا جماعه قصده كوا سو التقتا كلمي فئه جماعه تقاتل وحي ادغالم في سبيل الله لو دديس ادغالم وفئه جماعه اخرى او كلنا كافره قال وين يرونهم مؤمنين تقالده وحي او اركيان مثليهم لبا لاب كودين يهين خايا العين إشارة كده هذا والله ألا نجعيد وقتك يا بنسر قرقات كرمان يشاو لبدا قول وحي أهايان قول دي بدر صدح بقولي صدح يطبن إلى أفر يطبن بي أهايان قول دي النبي قال لشعوتي سقال سقاشن ختي جيل سقاشن ختي يلا بفرس بي واحد قادين واتين سيفاء بدنين يورمنا وي واتين قول دون الوحي أهايان سقال بقولي كنتن إلى كم بي لنايين مركا لبدا قصو صدح بقولي دوري تبني أو كن نكاة كاتي ووحلو عبر قاتون وحلو أن أدوه بيسنة خواص ويه بيسنة إنه جرم تبيع هاي هم قاضي وحاضي ودم باقول لنا أتباع بن ربيعه جامني قال هذا نونا سلم فلان وبحنا وحل جسوا دول ما تكروحوها أوربوها جديد بوها يو ألاف إلا صو يه هاي يبغى نطب تيزان بيسوق قاله مركا الله بدأ قصة هذا عدي وهاي دين كفلان تصال ويمانه هلكا يرونهم مثلهم رأي العين ضمائرتا يرو ذا فاعل كانوا مسلمين تقول نقن يا وسيد أوقفي عن هم تا مفعول كي هنا قال ذا يقول نقن مثلهم هم تا لفت هذا قال ذا يقول نقن تفسير كدور هذا يرونهم مؤمنين تقال ذا وحي أو أركان مثلهم قال ذا الله بالله بكدينه قالوا لا والله بكذين يهين يق قالوا ذي عدد كيهين لا والله بكذين يهين مركب محي نقدين يكون يسقال بقول بي مؤمنين تو قالوا ذو واركه قالوا لا والله بكذو وأكون يسقال بقول ميلهاس يهوا واركه تفسير كاسافي عن آيات باكر تمرك سورة الأنفال ويدوريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في عيوني يقضي الله أمرك على مفلح مرك آيات آيات نسيل لقلي لأن آيات داس وحي شيء جيسا إن قالتنا إن دها مؤمنين تيرايه مؤمنين تنا إن دها قالت يرايه مرك وحل لي هذه السيدة قال لقود دايو مرك هوري اللي اسكو صبحي يي فربطنايه قالتنا مسلمين تو حيو أركان واح فربطن الله بالله با. وإلا كون يسقال بقلب يو أركان مرك هوري اللي اسكو صبحي سي مؤمنين تو الله هذا أطلع سارتان الله هذا أطلع سارتان و الله بريدان marki fooda la isdareeyna waxa weeye waa la yareeyay qoladaana waa la yareeyay kuwana waa la fooda si ay suudaraan waka abdullah bin mas'ul leeyahay nin ay joogay baan wadanka inay 70 dhan yihiin ma kula tahay markaas waxa uu filmay anuu 100 baaban u maleyn doon marka macnuhu waxa weeye marka hore aragtida hore iyo wax fara badan mu'miniintu u arkeen gaalada fooda markii la isdareeyna wax yar bay la noqdeen markaas sidii baa lagu dagan marka horena wax fara badan maxaa loogu tusinayay si ay allahooda u tala saartaan oo qalbiga u adkeeyaan baa loo tusinayay هذا تفصيل قل يا كلا وحي ليه قصده وايسكم منه اينو نراهنو يرونهم مؤمنين تقالد وحي اركان مثلهم ضمير كا دنبه اهينتا اسبدلايا مثلهم ايغا مؤمنين تا لبلابكود اين يهن مؤمنين تقالد وحي اركان الا ضمير كا هره مثلهم تمرك ور قالدا ندي قالدو لبلابكود اين يهن 1900 مركا مثلهم مؤمنين تو قالوا إن يجعل بالله بكونهم مكان لحب قلبي نقاية وهل يري مركب ويري يقللكم في عيون في عيونكم قليلا بو الله كي لمعناه وحويه مؤمنين تقالوا وحيوار كان إن يجعل مؤمنين تهلا بالله بكونهم ولحب قلبي دوري الله بعث المركب ولا يري يسوع ما
marka de hadii 600 yihiin iyaguna waa 300 soomaa boqolkii nimba inay 200 iska celin bay ku tala gashan yihiin way qoliyaa sida ku tafsiiriyay marka markii abdullah bin mas'ud halalkiisa la eego waxaynu ku deyneyna insha allah markii hore wax fara badan bay gaalada u arkeen marka allahood bay tala saarteeno waxa way carabki way iska daayeen ilaah ba calooladkay iyo waxa ku soo dagtay sakiino markii fooda la isareena wax yar bay noqdeen la isku soo dhawaaday wax yar bay noqdeen oo 700 iyo 100 iyo waxay u malayay khalas dagaalkii halkaas ku dhacay marka muuminiinta waxa laga dilay maalintaas saxaabada 14 lix muhaajiriina iyo 8 ansaara yaa laga dilay muuminiinta 14 kaas yaa laga dilay qolada kale wixii lagu dhigay waa loo dhana ilaa 700 iyo jarjar baa laga soo qabtay oo waxa la waxay wateen waa laga furtay intoodii kalena ay baxdayna wax dhintay iyo wax cararay bay noqdeen 700kii la soo qabtayna xoolaha lagu iibsaday waa laga taajirayba wixii ka dhici lahaa waa la dhaay maalintaa intii ka dambeysay carab oo dhan way isku soo ururisay way waxa weeye qadkaana waxaa idiin sugan lakum idinka aayatun mucjizad iyo waayo qaadasho fii qisati fi'atayn laba qolo qisadood kuwaasoo iltaqataa kulmay fi'atu qolo tuqaatilu way dagaalami fii sabiilillaahi alla wadadiisay u dagaalami wa ukhraa mid kalena kaafiratun gaal ihi weeyaan wa ukhraa fi'atun ukhraa kalena kaafiratun gaal weeyi yarawnahum faacilka yarawna mu'miniinta u celi yarawnahum mu'miniintu gaalada waxay u arkayaan mislayhim mislayil kufaari gaalada laba laab inay yihiin bay u arkayaan oo 1900 yihiin raayal caynaysha aragtideen meesha hadii yacni icraab ahaan fi'atun tasifadeedii baa go'an oo mu'minatuna fi'atun mu'minatun tahorana mawsuuskii baa go'ano wa fi'atun ukhraa kaafiratun sifadii waa joogtaa marka waxa weeye giirgiir wax la yidhaah weeye yacni qolada balaaqadu ay yidhaahdaan allah wuxuu leeyahay wallaahu alle yu'idu wa adkaya binasri gargaarkiisa man yashaa qofku doono yuu ku adkaya sidan allah subxaanahu wa tacaala mu'miniinta maalintaa ugu gargaaray intii maalintaa ka dambeysay saxaabadii nabiyilaahi maxamed waa laga haybaysay gaalo oo dhan markaas ay soo shubeen oo wufuuda soo direen oo qolo waliba ay ka xeer xidhanayso oo wixii diin lahaa oo yahuudi iyo nasaaradana waxay garteen waxaan inuu nabiga xaqa la sheegi jiray yahay qoladan kalena waxay dhahdeen 300 ee kunkan ninka adkaatay haddee waxa weeye hadday sii xoogaystaan liskama celin karo aan la heshiino bay qolo waliba yidhaahdeen inna fii daalika qisadaas waxaa ku sugan la cibratan waayo aragnimo liulil absaari aragtida qalbiga kuwa saaxiibka ulil absaar waxaa looga jeeda kuwa caqliga leh oo wax garanaya oo fikiraya waayo aragnimo ugu filan 300 nin oo 1000 nin ka adkaatay oo wax walba ka furtay oo si walba u galay waa aragnimo ku filan marka meeshu waa amar la dan leeyahay waa markii munaafiqiintii xataa cabdullah ibn ubay bin saluula oo mushrig ahaa waa markuu yidhi arrinta waa naloola dan leeyahay soo galay diinta afka ka soo galay munaafiq buu ahaa oo inuuna meel kale ku nool karayn in muslimiinta waafaqad mooyaane waa markaa wey inna fii daalika arrintaa waxaa ku sugan la cibratan waayo aragnimo liulil albaabi caqliga kuwa saaxiibka liulil absaari aragtida kuwa saaxiibka ah zuyina waxaa loo qurxiyey linnaasi dadka xubu shahawaati yaa xubul mushtahaat waxyaabaha la jecel yahay jacaylkiisa waxyaabaha la xiiseeya wey shahwa waa xiisayn waxyaabaha la xiiseeya jacaylkooda waxaasoo mina nisaa'i dumarka ah walbaniina caruurta oo wiilashu u horgal yihiin iyo walqanaadiir xoolo almuqandarati la ururiyey qindaar waxaa la yidhaha waa lafda la isticmaalo oo bilmatal haragdibi muggi oo dahaba yaa qindaar baa la yidhaha 100,000 oo dinaar baa qindaar la yidhaha waa waxay iyagu yaqaanaan wax lagu miisaano qindaarkaasoo mina dahabi dahabi iyo walfidati fida ah iyo walkhayli fardo almusawamati la calaameeyey oo dagaal iyo xarago loo calaameeyey aw musawamati la foofiyo korufoofa iyo walancaami nicmooleyn haddii nicam mufrad la yidhahdo waa geela keliya ancaam haddii la yidhahdo geeliyo loodayo ariga weyn iyo walxarti beera intaasaa dadkii loo qurxiyey baa marka haweenka waa fidnada ugu badan ee lagu fidnoobo dadkii rag iyo dumarku aada bay isu jecel yihiin marka fidnadu haweenka ku fidnoobayo darteed buu xaaraam u galay iyada darteed buu xaaraam u galay oo xoolo xaaraam u soo tabci caruurtuna waa sidoo kale marka waxaa la yidhi meeshaan dahabka iyo fidada dadka ganacsiga taajiriinta nicmooleydana dadka reer miyiga ah yaa ku fidnoobay beerahana dadka tuulayaasha degan ee beeralayda ah yaa ku fidyoobi inta kale fidnadeeda waa la wadaada haweenka iyo caruurta fidnada waa la wadaada laakiin sidaasi u kaleeyu taajiriintu waxay ku fidnoobayaan lacagta boqorada iyo dadka xaragoodana fardahay ku fidnoobayaan
نعمولدنا وحكو في ذروم الفرميدة فيرهنا توليش حكو في النوبة يوم مركبتك شعيلك مركب شعيلك على شيء جيو قل شوقتي شعيلك يفتن هذا سبب أودي ديني دين تقالان حقي ويركن بالعكس المركب وحلولي هي شهوات كنوع عاصة هاي إسراعيني نشرع كلام عمل وحول البوالو أقولي هاي هواك قيب بالجاجو أقولي هاي عروري نادي على توالو أقولي هاي إنات خالص ما يصير توالو أقولي هاي إنات فرد حرق توالو إنات مير توالو أقولي هاي لكن سيدا شرع وفوه حديدي أو كغفلان أنت شرع وفوه شيء بقى كغفلان أنت شا كغفلان هترارحني بالو الحصد هذا توالو لما يصير بعد كل حصد جيسي توالو يالي لكن هترارحني وهكبر جودي أنت كغفلان إذا كبر جودي ومرك إفساد الله إيمان زينا وحلاو قرحيي مركز زينا العلماء وحيد هذي الله خالق كل شيء وين ذلك يعماش وضب الله بره مركز تزين كاس من الله يبقى هذا يوم حق خلقه حق ألوه لكن حق الضوف سجى شيطان وين شيطان بالله العلماء قاربا إن تزين كالله الدور يوم حقي كذب سدي وإلى أبا وحليه وحق رحيي ليجدي دينهن مركز وين كذب سدي الوحيد الشيطان بقى قرحيي مركز خلق أهان الله بقى أبو ري لكن شيطان بقى قرحيي وين مركز واقع عمر بن الخطاب يري مهدا بقى دينك إن لو قرحي أنا لو قرحي أنا لو قرحيي مركز ساو حالا إذا أو ربيكم بخير من ذلك بل وروحت الخير بدن باكرة أبها تجعلانين وها زين للناس يحبوا الشهوات وحيا بها الله حيسا يتعاي كورا وها الله حيسا من النساء الدمرة والبنين ويل الأه قبل هنا ويكتراني انت بدأت ويلة شيء بقى عربتي سوطي انت بدأت ويلة شيء تعلاي إلا هو بيديري تيري يو القنابير حولها بدن المقنبرة الأروريين ومن الذهب الذهب يو الفضة الفضاء يو الخيل فرد المصومة الفروفيين يعني الصائمة فوفتوي صائم وصوم وهي فاعل وفعال بالجمعية أما المصومة العلامية حرقية يكبر له علامية يو الأنعام النعمولين يلي الله دياره والحسب عليه ذلك هو حصلتاً فالحي سير يعني متاع الحياة النلشان كاحد يدوي أدوياء الزعبان أما أدوياء الدوي من الدنوب هذه اللي كانوا دوي من الدنيا هذه اللي كانوا فيه وصيسوية ذلك هو حصلت لتعليا هاي متاع الحياة النلشي كاحد يدوي أدوياء الدوي والله ألا لعنده أكتس حسن المعابد مرجع وناسا بعض مرجع يعني وماسا مالك استمرك سومرت ماسا تفضل بين دوتا مرجع لي ما أعرف وماسا خذ ما يبدو في الدجان كقول قدر مالك سبع سوما وعطفتها أدي هذا مركز صعتها الوية ليش اللي الدجية وهلك وجا معناه هو حوي كلا الدورة شهوات كاسينة كقادان وكقلب قادان من مالك هذاني مرجع وانا سنة ألا ليه هاي إلى المرجع الدورة هذه الكتاوي والله ألي عندما أنت سوها بسر المآب المرجع وانا سنة كل وحاتي لا بال ليلي نبي الله محمد وذكر أشيطا أو ربيكم بإذن كور ما بخير وح كخير بني من ذلك وحا النساء والبنين يذهب كي في الضد يوحاس وح كخير بني من ذي شجع ها للذين كوي وحوا هذا اتقوا بقي عند ربهم رب قدرت يسوا حوا هذا جنات جنوين تجري أي سعنة من تحتها هوست هذا الأنهار واديا يعني من تحت أشجارها جيده هذا هوست هذا خالدين فيها على كواريان يو أزواج حاسس مطهرة لطهيري أو وسخ معنوي أه يو وسخ ظاهر الله ماذا ولا قد ظاهر أو طبيعه الله هين ناشز الله هين أرنا يمحاني دين سيام حاي دين دمن الله وحبرنا أمر لنا بركا سؤال لي رضاه يبان دين حلالي مركا وحوي إلى الروح انت الله صوره أما وحلسيه أنا هدان خالي لغا هنسو مكرا لسكا قفورا لسكو نافيه الله سبحانه وتعالى نعم دا أسيي خالي بقى يا هدانا ولقينا وعرون مهي سبحانه وتعالى marka waxa weeye waxa ka khayr badan waxa seen yeena meel idin ka riidin baa loo jeeda shahawaadka inta raacdan yeena meel idin ka riidin adduunka waxa uu leeyahay qofka yaa ka dhigta waxyaabaha shahawaadka haddi loo dhigay oo sharcigu u dhigay qofka ka gudba adduunka badarkii isagoo ciqaaban waxa weeye waligi waa maman yahay wax ka sii horeeyo bukhari oo maba miyir qababa qul waxa ku tiraba leenna way allah aw nabiyukum idin ka warama bi khayr wax ka khayr badan min dalikum ka وحال صور شيء شهواتك للذين كوي وحاوسون هذا اتقوا بقي عند ربهم رب قدرت كيسا وحاوسون هذا جنات للذين ذا وحان قطع على الجني وكائن بقطع على وخبر كيوه رمري عند ربهم الإسلاكات قطع على الوخي وحوية أدي عند ربهم جنات تدمى الله مري جنات با عند ربهم أهاتي وحوية معنه آت سيدها سمسي في عنا للذين كوي اتقوا بقي عند ربهم رب قدرت كيسا وحاوه هذا
جنات جنوين تجري أي سحنة من تحتها هوسة الأنهار وديال فربنا كملبا كعانا ككلي ككلو على جرنين خالدين فيها ويكواريان الله أكيس وحوي على مؤمن كما الله عين الراء ولا أذن سمع ولا خطر على قلب البشر وهن إلي ولي جدا قلبي كان كوب الصور العين دقون مكال خالدين حالا يكواريا في هذا الحدث يو أزواج حساس مطهرة لطهيري يو رضوان راضيها شو من الله ألا حقيس قبلها لفتوه دون الزوت طهيرا به لي قبلهم مركز جنة قلا زوت كودي أدونك أي وده شوغن وإسلام مؤمنين تآيان به لي دي زوت كودي أدونك إسوايا كو الله كي أي دونان وناكسن وإنسيا با قرسن يوي وحوي راحت وضونا هالكاسي كجرتا والله ألا بصير كأقوي أما أركاه بالعبادة الدومها مرك الله أضمها أركاي سبحانه وتعالى قف ولبوحه كان صلا يوالله أمم مولايا عمل كسوة خمسة الله وقار والله ألا بصير كأركوي بالعبادة أضمها والله سبحانه وتعالى.